بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما سبق أن الواجب على المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يكون على الرجاء فقط، لا يكون على الرجاء فقط ولا يكون على الخوف فقط، وإنما يجمع بينهما حتى يتعادل، لأنه إن غلب عليه جانب الرجاء ضيع الأعمال والتوبة، تساهل، وإن غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله عز وجل. الله جل وعلا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال في جانب الرجاء: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر من الله هو الاستدراج، استدراج العبد إذا أمن من مكر الله فإنه يستدرج حتى يهلك، فلا يقتصر على الخوف فقط ولا يقتصر على الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما فيكون خائفا راجيا. هكذا يكون المؤمن في حياته. نعم. قال الشارح رحمه الله: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. نعم، القنوط هو استبعاد الفرج، إذا نزل شدة فإنه يستبعد الفرج منها، هذا هو القنوط من رحمة الله، وهذا ضلال. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله. اي نعم، الجانب الثاني المقابل الأمن من مكر الله، من استدراجه للعبد. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان لا يأمن من العقوبة، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، هذا الذي شرعه الله للمؤمن. نعم. وكلاهما ذنب عظيم. كلاهما، الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، كلاهما منحرف عن الحق. نعم. وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. نعم. وذكر المصنف الأمن من مكر الله يتنافى، ما يتنافى مع التوحيد، فلا يكون كافرا، ولكنه يتنافى مع كمال، مع كمال التوحيد. نعم. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته. نعم. بل يكون خائفا راجيا. لا يكون لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، ولا يجوز لمن يرجو رحمة الله أن يأمن من عقابه. نعم. بل يكون خائفا راجيا
يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته. يخاف ذنوبه ويرجو رحمته، يخاف ويرجو، هكذا المؤمن. نعم. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو، نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، هذا محل الشاهد، يرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة، هذا هو الخوف، يعني يخاف من الآخرة والمصير، ويرجو رحمة ربه، هذا هو الرجاء، فيجمع بينهما. وورد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، أطال القيام في ركعة واحدة حتى قرأ القرآن كله. فهذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل، من هو قانت آناء الليل، يعني قائم، آناء يعني ساعات الليل، كل الليل، هذا ينطبق على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، حيث ورد أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا، نعم، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أعمال جليلة، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ومع هذا يرجون رحمة الله ولا يجزمون لأنفسهم بالمغفرة، وإنما يرجون مع عملهم. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الطاعات والعبادات وقلوبهم وجلة خائفة من ربه، لا تزكي نفسها ولا تعجب بأعمالها، وإنما تخاف من الله وترجوه. نعم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. الذي يعصي الله ولا يتوب ويقول الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن لمن تاب وآمن، أما من يتمادى في المعاصي فإن الله شديد العقاب. كيف الإنسان يأخذ جانب، يأخذ أن الله غفور رحيم وينسى أن الله شديد العقاب؟ فالله جل وعلا غفور رحيم، نعم، لكنه مع ذلك شديد العقاب، فيكون المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله، هذا هو المؤمن. نعم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. إيه نعم، استدرجه الشيطان، غرور يعني استدراج من الشيطان، إنه يعمل المعاصي ولا يتوب منها ويقول الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك. ولهذا يقول قائل هذا الصنف من الناس: فأكثرا ما شئت من المعاصي إذا كان القدوم على رحيمي. هذا غرور والعياذ بالله، أكثر من المعاصي لأنك قادم على رحيم ونسي أنك قادم على شديد العقاب. نعم. بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة. نعم، يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون
في سبيل الله ويعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون من الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فلا يغترون بأنفسهم وبعملهم. نعم. وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. نعم. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة الملائكة إبراهيم عليه السلام كان لا ينجب، بلغ 80 وهو لم ينجب، ثم جاءته الملائكة بشرته بإسماعيل، بشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل عليه السلام، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تقنط من رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها. نعم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز. تعجبت من هذا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذا ما حكاه الله عن إبراهيم وعن زوجه سارة بنت عمه، نعم، أم إسحاق. نعم. والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. القنوط من رحمة الله ضلال. نعم. فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. نعم. لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. أي نعم. ولا يستبعد أنه يولد له إذا أراد الله، ولكنه قال هذا من باب التعجب. أبشرتموني على أن مسني الكبر، هذا من باب التعجب من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب. قال قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب. الضال هو الذي يمشي على غير طريق صحيح، الضايع. الضال هو الضايع الذي أخطأ الطريق، وكذلك الذي يقنط من رحمة الله هذا يمشي على غير طريق، على غير طريق صحيح. المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما أصابه. نعم. قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون. الضالون، الضلال يطلق على إخطاء الطريق، يقال ضل إذا أخطأ الطريق، ويطلق الضال على الكافر. فالآية محتملة أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكذلك لا يقنط من رحمة الله إلا المخطئون. نعم. كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم، الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، وضابطها كل ذنب توعد الله عليه بعقوبة كاللعنة والغضب والعذاب فإنه كبيرة، وكل ذنب نهى الله عنه ولم يتوعد عليه بعقوبة فإنه من الصغائر. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. نعم، فالصغائر تكفر بمكفرات كثيرة منها اجتناب الكبائر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس. سئل عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله. نعم. واليأس من روح الله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو أكبر الكبائر. نعم. الشرك بالله واليأس من روح الله. واليأس من روح الله يعني من رحمة الله، وهو القنوط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو اليأس من رحمة الله. نعم. والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله الاستدراج، قد يستدرج الله العبد بالنعم وهو يعصيه لأجل أن يستدرجه فيزداد من المعاصي والعياذ بالله، يستدرجه حتى يزداد من المعاصي فيهلك عقوبة له. نعم. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. نعم. فقال ابن معين ثقة، ولينه أبو حاتم. نعم. وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. الموقوف ما كان من كلام الصحابي. نعم. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر. أي نعم، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله هو أن يعبد مع الله غيره، أن يعبد مع الله غيره، يعبد الله ثم يعبد الأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. هذا الشرك بالله لماذا صار أكبر الكبائر؟ لأنه هضم للربوبية. نعم. هضم للربوبية وتنقص للإلهية. وتنقص للإلهية، لأن الله جل وعلا رب العالمين وهو الإله الحق، لا إله إلا هو. نعم. وسوء ظن برب العالمين. وسوء ظن برب العالمين، وهذا من أكبر الكبائر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية، سوء الظن بالله عز وجل. والله يقول لأهل النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. ولقد يعني أساءوا الظن بالله. نعم. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم إيش؟ تمترون. فالله جل وعلا هو الإله وهو الرب الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية، فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يعتمد ويتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم،
الشرك إن الشرك لظلم. يا بني، يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن أشرك بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم وهو أعظم الظلم. الظلم يتفاوت، بعضه أشد من بعض، وأشد الظلم هو الشرك والعياذ بالله، ثم ظلم العباد. نعم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الشرك لا يغفر أبدا، من مات عليه فلا يغفر له ومأواه النار. هذا يحذر من الشرك، الإنسان يبتعد عن الشرك لئلا يصيبه ويختم له به فيكون من أهل النار، يلقى الله بالشرك والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفره الله، مع أن الله غفور رحيم، لكنه لا يغفر للمشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. الكبائر التي دون الشرك قد يغفرها الله جل وعلا، فالكبائر التي دون الشرك لا يكفر الإنسان بها، وإنما يكون مذنبا تحت مشيئة الله عز وجل، وإن كان ذنبه من الكبائر التي لم تصل إلى الشرك فإنه يرجى له المغفرة والرحمة ما دام أنه مؤمن، ولو أساء ولو أخطأ ولو عصى فإنه ترجى له المغفرة بإيمانه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض، لو لقيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله غفور رحيم، ما دون الشرك الله يغفره إذا شاء، وإن عذب به فإن هذا التعذيب مؤقت، لا يخلد في النار إلا المشرك والكافر، لا يخلد في النار وإن عذب. المؤمن وإن عذب بسيئاته وذنوبه فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة. نعم. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله. قطع الرجاء، رجاء الله جل وعلا، وقطع الرجاء و الأمل من الله، والأمل من الله عز وجل. فأمل بربك خيرا، وارجو ربك، ولو كانت لك ذنوب فإن الله يغفرها، وإن عذبك بها فالعذاب مؤقت، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. نعم. قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك نعم، إساءة ظن بالله، سوء ظن بالله. ولهذا يقول الله للكفار إذا دخلوا النار: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لو طلبوا المسامحة لم يسامحهم الله، إذا لقوا الله بالشرك والكفر لن يسامحهم الله أبدا. أما المؤمن إذا لقي ربه بالمعاصي التي دون الشرك فإنه حري يغفر الله له وأن يسامحه. نعم. وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. نعم. قوله:
والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد. وجاء في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا كان يرى أخاه على المعصية فينصحه وينهاه عنها، ثم يراه مرة ثانية فينصحه وينهاه عنها، ثم يراه بعد ذلك فقال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالمسلم يرجو رحمة الله مهما كان عمله، ما دام أنه لم يشرك بالله يرجو رحمة الله، لكن لا يأمن من مكر الله، لا يأمن من مكر الله أن الله يستدرجه ثم يهلكه بذنوبه. نعم. والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. نعم. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث. نعم. واعلم أن هذا الحديث نعم لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث. السؤال عن أكبر الكبائر، ما هو عن الكبائر، إنما عن أكبر الكبائر. نعم. بل الكبائر كثيرة. نعم. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار. ضابط الكبيرة ما هو؟ ما هي الكبيرة؟ انتبهوا. نعم. كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. نعم. كل معصية توعد الله عليها بغضب، أو توعد عليها بنار، أو توعد عليها بأي نوع من أنواع الوعيد، فهي كبيرة. وأما المعصية التي لم يتوعد الله عليها فهي معصية من الصغائر. نعم. كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، هذا ضابط الكبيرة. نعم. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو نفي الإيمان، أو ختمه بنفي الإيمان، كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، بمعنى أن الإيمان يزول عنه حال وقوعه في المعصية ثم يرجع إليه بعد ذلك. نعم. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه. قلت: ومن برئ منه رسول كذلك الله. كذلك من ضوابط الكبيرة: من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: من فعل كذا وكذا فليس منا. نعم. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. اي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7. الكبائر كثيرة، هي إلى 700 كبيرة أقرب. نعم. هي إلى 700 أقرب إلى 7. السبع هي أكبرها، السبع هي أكبر الكبائر، وما دونها فإنها كبائر لكنها ليست أكبر الكبائر. نعم. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. انتبهوا، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، فإذا استغفر المسلم ربه وإن كان عنده كبائر وهو استغفر الله صادقا في ذلك فإن الله يغفرها له. قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. نعم. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
ولا صغيرة مع الإصرار. الذنب الصغير إذا تهاونت به وتساهلت به ولم تتب منه وتتركه فإنه يتعاظم ويصير كبيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. نعم. والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا قول ابن مسعود، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر. نعم. والأمن من مكر الله، وكذلك ثاني الأمن من مكر الله، يقترف المعاصي ويتساهل بها ويقول الله غفور رحيم ولا يتوب. نعم. والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، واحد لما أذنب كثرت الذنوب ظن أن الله لا يغفر له فترك الاستغفار، لأنه ظن أن الله لا يغفر له ولا يتقبل استغفاره. نعم. واليأس من روح الله، من رحمة الله، من روح الله يعني رحمة الله وفرج الله، مهما اشتد الأمر بالإنسان فإن الفرج قريب، والفرج مع الكرب، فالفرج قريب، فلا تيأس من رحمة الله وإن اشتد الكرب. نعم. رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني. نعم. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. نعم، هالكلام يروى عن ابن مسعود بأسانيد ثابتة عن ابن مسعود. نعم. قوله: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. في ربوبيته، كأن يعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله ويدبر مع الله، هذا شرك في الربوبية. أو في إلهيته، بأن يدعو غير الله أو يعبد غير الله مع الله، يعني يعبد الله ويعبد معه غيره. نعم. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات رحمه الله. أبو السعادات هو ابن الأثير، أبو السعادات ابن الأثير، شارح غريب الحديث. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله: هو أشد اليأس. القنوط، القنوط هو أشد اليأس. نعم. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشرك بالله والأمن من مكر الله، ففيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. نعم، الخوف من الشرك والرجاء مغفرة الله وعدم القنوط. نعم. فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس. نعم. بل يرجو رحمة الله. نعم، إذا خاف، ويخاف الخوف طيب، هذا من أنواع العبادة، لكن لا يحمله على أن يقنط من رحمة الله. نعم. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة والخوف في الصحة الخوف. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، أن يقوي. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف. أي نعم. وفي المرض الرجاء. أي نعم، يقوي، هو يخاف ويرجو، ولكنه في الصحة يقوي الخوف من الله، أن الله يستدرجه، يخاف من الله اللي أنعم عليه ووالى عليه النعم، أن هذا استدراج منه سبحانه وتعالى. وفي حالة المرض وحالة الفقر والفاقة لا يقنط من رحمة الله. نعم. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. نعم،
قال الأكثر على أنه يكون بين الخوف والرجاء، يعادل بينهما، لا يرجح جانبا على جانب، لكن هذا الإمام يرى أنه في حال الصحة في حال الصحة يقوي جانب الخوف، وفي حال المرض يقوي حال الرجاء. نعم. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. نعم. وهذه طريقة أبي سليمان الدراني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. نعم، في قلبه يكون يغلب جانب الخوف، إذا غلب جانب الرجاء قد يفسد قلبه. نعم. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني حال غيبتهم عن الناس، ما هو إذا صار مع الناس تنسكوا تعبدوا، وإذا صار الحال ضيع، هذا في الغيب، في الغيب حال غيبته عن الناس، فهو يخاف الله سواء كان مع الناس أو غائبا عنهم، ويرجو رحمة الله سواء كان مع الناس أو غائبا عنهم. نعم. وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما، يخافون أي العباد المتقون، يوما هو يوم القيامة، تتقلب فيه القلوب، تصعد إلى الحلق من الخوف، تصعد من الصدر، القلوب تصعد من الصدر إلى الحلق من شدة الخوف، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. نعم. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة والطاعات ولا يغترون بذلك، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة من الله، أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم. من هو قانت، قانت يعني قائم العبادة آناء الليل، نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه. قالوا هذه الآية والله أعلم تنطبق على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فإنه قرأ القرآن في ركعة واحدة. نعم. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، قدم الحذر، قدم الخوف على الرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية الأعراف، يعني في هذا الباب الذي هو الباب أفأمنوا مكر الله. أه؟ قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، وما ورد فيه من الآيات، فيه مسائل، والمسائل هي فقه الباب. نعم. الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله. أه؟ أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. الثانية تفسير آية الحجر وهي ومن يقنط من رحمة ربه، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام
بالولد قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. إنه لا فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. أي نعم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف نجمع بين الخوف والرجاء؟ أين تجمع بين الخوف والرجاء؟ لا تكون خائفا فقط ولا تكون راجيا فقط، بل لابد من الجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف أفرق بين ما إذا أراد الله أن يعطيني برضا وبين أن يعطيني استدراجا؟ انظر إلى عملك، انظر إلى عملك، إن كنت على طاعة وهو يعطيك هذا إعانة وفضل من الله، وإن كنت على معصية وهو يعطيك فهذا استدراج، لا تغتر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف يكون اليأس من رحمة الله مناف لكمال التوحيد دون أصله، مع أن الله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ إيه نعم، هذا مع التوحيد إذا يأس وهو موحد، أما إذا يأس وهو كافر فهذا أضاف جريمة إلى جريمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يصح أن يقال أن أركان العبادة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، استدلالا بأول سورة الفاتحة؟ لا، العبادة لها أنواع كثيرة. قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة أنواع كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول في قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هل هو الكفر المخرج من الملة؟ نعم، قوم الكافرون هم اللي يأسون من رحمة الله، وأما المؤمن فهو يرجو رحمة الله ولا ييأس، إذا ييأس صار مع الكفار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما أعظم ذنب، هل هو الشرك بالله أو القول على الله بلا علم؟ القول على الله بغير علم، والشرك بالله يدخل في القول على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لماذا قال الله في اليأس من روح الله الكافرون وقال في القنوط من رحمة الله الضالون؟ نعم، الكفر والضلال، الكافر يقال له ضال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل صحيح من يقول في ضابط الصغيرة كل ذنب نهى الله عنه ولم يتوعد عليه بوعيد خاص؟ أي نعم، الصغيرة ما نهى الله عنه ولم يرتب عليه عقوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما الفرق بين روح الله وبين رحمة الله، حيث أن بعض أهل العلم يقول أن تفسير صفة بأخرى مطابقة من مسالك الغلط؟ إيش؟ يقول ينقل عن بعض أهل العلم أن تفسير صفة بأخرى مطابقة من مسالك الغلط. إيه؟ الغلط. ها؟ من مسالك الخطأ. ها؟ من مسائل إيش؟ مسالك إيش؟ الغلط. الغلط؟ نعم. هذا كلام غير معروف، ومن هو اللي قال الكلام هذا؟
يحتاج إلى أن يعرف من هو ويعرف دليله ومستنده. نعم، الإنسان ما يقول على الله بغير علم، ما كلف الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الصوفية يرون أن العبد يصل إلى درجة يعبد الله لا خوفا من عقابه ولا رجاء من ثوابه، بل يعبد الله ليشكر. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال وخروج عما جاء في الكتاب والسنة. يقولون ما نعبد الله خوفا من عقابه ولا رجاء لثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه. هذا مسلك الصوفية، نعبد الله ونحبه ونخافه ونرجوه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم ويقول: ويستدلون بحديث أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما هو بدليل لهم هذا؟ لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له عائشة رضي الله عنها لما قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، قالت: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الابتلاء يكون بسبب ذنوب العبد أم يكون في بعضها رفعة؟ يكون هذا ويكون هذا، يكون الابتلاء عقوبة على الذنوب ويكون رفعة في درجاته. إذا كان العبد له منزلة في الجنة لا يصل إليها بأعماله، فإن الله يبتليه بالمصائب حتى يبلغ هذه المنزلة. نعم، ليرفع درجاته، يبتليه بالمصائب حتى يصبر عليها فيصل إلى هذه المنزلة التي له في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من اتبع أهل البدع ووالاهم يعتبر مشركا بالله؟ اتبعهم في أي شيء، إن اتبعهم بالشرك صار مشركا بالله، وإن اتبعهم بالمعاصي صار عاصيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشمل الأمر برجاء الله، برجاء رحمة الله، والنهي عن القنوط من رحمة الله أمور الدنيا؟ كيف أمور الدنيا؟ ما فهمت السؤال هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الشرك يغفره الله؟ يغفره بالتوبة، لا يغفره إلا بالتوبة. أما من مات ولم يتب فإن الله لا يغفر له. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن يأته يشرك به شيئا دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نقل الشارح رحمه الله زيادة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ضوابط معرفة الكبيرة قال: أو نفي الإيمان. أي نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، هذا دليل على أن الزنا والسرقة أنه من الكبائر. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، فهل عدم حب المرء لأخيه ما يحب لنفسه يعد من الكبائر؟ لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا من مكملات الإيمان، هو معناه أنه ما يصير مؤمن إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يصير كافر؟ لا، ليس هكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن الملائكة بشروا إبراهيم بإسحاق، هل هذا صحيح أم أنهم بشروه بإسماعيل عليهم السلام؟ بشروه بالاثنين، بشروه بإسحاق وبشروه بإسماعيل، وإسماعيل أكبر من إسحاق. بشروه بإسماعيل هذا أول شيء، ثم بشروه بإسحاق. نعم، إسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من تاب من الكبيرة تتبدل الكبائر إلى حسنات؟ إيه نعم، هذا في القرآن،
بدل الله سيئاتهم حسنات، بمعنى أن الله يوفقهم لعمل حسنات تمحو هذه السيئات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل جميع الصغائر منصوص عليها في الكتاب والسنة أم أن بعضها تحتاج إلى استنباط واجتهاد؟ كل ما نهى الله عنه ولم يرتب عليه وعيدا في الدنيا حدا في الدنيا، لم يرتب عليها حدا في الدنيا ولا وعيدا في الآخرة، هي من الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون الذنب من الصغائر كبيرة؟ إذا أصر عليه، إذا أصر عليه وتهاون به صار كبير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السجود، ما حكم السجود للصور؟ هل تعد شركا بالله؟ كيف؟ يقول: ما حكم السجود للصور؟ ما في شك هذا شرك بالله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي المسلم أخاه أن ينحني له، الانحناء ركوع، لا يجوز الانحناء. نعم. فكيف بالسجود؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل من أقام بين ظهراني المشركين، هل هو دليل على أن هذا الفعل كبيرة؟ أي نعم، الإقامة بين أظهر المشركين والاستقرار بينهم ولا يهاجر إلى ديار المسلمين ينطبق عليه هذا الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول بين حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وبين حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ويرموه في البحر؟ نعم، لأنه فعل هذا خوفا من الله، فعل هذا أمرهم أن يحرقوه وأن يذروه في الهواء خوفا من الله، من شدة الخوف من الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول: هل في هذه الآية دليل على أنه لإقامة الحجة على المجتمع لا يلزم بلوغ الحجة لكل شخص عينا؟ كيف؟ يقول: هل في هذه الآية دليل على أنه لإقامة الحجة على المجتمع لا يلزم بلوغ الحجة لكل شخص عينا؟ الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يذهب إلى القبور ويقول لصاحب القبر: يا فلان أعطني، ويا فلان أغثني، فهل هذا الرجل يعد مشركا بالله؟ ما في شك، اللي يدعو القبور ويطلب منها الحوائج هذا مشرك من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذا حال القبوريين الآن مع القبور، يذهبون إليها لا للزيارة والسلام عليها، وإنما لدعائها من دون الله وطلب الحوائج منها، هذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول يا أحب الناس عندي؟ يقول: ما حكم قول يا أحب الناس عندي؟ هذا غلو، هذا غلو، مبالغة، لو قال يا حبيبي يا صديقي يا لا بأس، أما أنه أحب الناس، أحب الناس لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عن نفسه وزوجه وأولاده؟ لا بأس بذلك، إذا نوى، إذا نوى بصيغة الجمع أولاده وأهله فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المجوس والصابئة يدخلون في مسمى أهل الكتاب أم أنهم أقرب للشرك؟ المجوس يقال إن لهم كتاب ورفع، ولذلك تؤخذ منهم الجزية،
لأن لهم كتاب ورفع، فتؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، كما تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: طاعة الهوى هل يصدق عليه اتخاذ ند لله، اتخاذها ندا لله؟ رأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا أطاع هواه وعصى الله واتبع هواه فهذا اتخذ الهوى إلها، اتخذ الهوى إلها والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل حب الزوجة الكتابية ينافي كمال تمام العقيدة؟ هل حب الزوجة الكتابية حب طبيعي يا أخي، ما هو حب عبادة، حب طبيعي كما تحب المال وتحب والديك وتحب أولادك، هذا حب طبيعي لا تؤاخذ عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس؟ يقول: هل يجوز لي أن أصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس؟ لا بأس بذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس بذلك. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ترتيل الذكر بعد الصلاة؟ هل يجوز ترتيل الذكر بعد الصلاة؟ ترتيل للقرآن، قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. أما الدعاء والذكر هذا لا يرتل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي نافلة بصلاتين أجمع بين نافلة العشاء وبين الشفع؟ لا، كل صلاة لها نية وتكون منفردة عن الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو قلت حلفت ما آخذ كذا فهل يعد حلفا وأنا لم أحلف؟ يعد كذبا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق للضرورة لمن يدرس في الخارج ويخشى الفتن؟ هذه متعة معنوية، فيتزوج زواج رغبة، إن صلحت له استمر معها وإن لم تصلح له طلقها، ولا يحتاج إلى زواج بنية الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ثم هذا أيضا فيه خديعة للمرأة على أنك تزوجتها زواج مداومة وأن تنوي أنه زواج مؤقت، هذا خديعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ترجمة أسماء الأنبياء باللغات الأجنبية خاصة حينما نتكلم مع الكفار في الغرب؟ الأسماء ما هي بتترجم، الأسماء ما هي بتترجم، يؤتى بلفظها في أي لغة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إنكار عذاب القبر؟ كفر، من أنكر عذاب القبر فقد كفر، لأنه كذب ما جاء في القرآن والسنة من ذكر عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل لديه مبلغ من المال في حسابه في بلده وقد حال عليه الحول، لديه مبلغ من المال في حسابه في بلده وقد حال على هذا المبلغ الحول، فهل يخرج الزكاة هنا أو يوكل من يخرجها عنه في بلده؟ كلاهما جائز، من أخرجها على الفقراء هنا البلد اللي فيه المال، فقراء البلد الذي فيه المال، هذا أولى، وإن وكل من يخرجها على فقراء في بلده فلا بأس بذلك، المهم أنها تصل إلى الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ورثت قطعة أرض واشترطت في بيعها أن يكون المشتري هو أخي وإلا فليست للبيع، يقول هل علي فيها زكاة؟ نعم، إذا نويتها للبيع ففيها الزكاة لأن صارت عروض تجارة. نعم، أحسن الله إليكم. نويت بيعها على أخيك أو على غيرك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحد أفراد عائلتي يشرب الخمر وأنكرت عليه ولم يزل يشربها نعم، فما الواجب تجاهه؟ ابتعد عنه واهجره إلى أن يتوب إلى الله ويترك الخمر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم حلق الشعر الذي يكون بين الحاجبين؟ لا يجوز، الحاجبان يتركان، وما بينهما منهما، ما بين الحاجبين فهو من الحاجبين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود بها الطهارة من الجنابة؟ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. قالوا هذا فيه دلالة إشارة إلى أن الآدميين كذلك، لا يمس القرآن إلا المطهرون، وفيه الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: زوجي يضربني دائما ويقذفني بالزنا وقد صبرت عليه، فماذا أصنع حياله؟ أصبري عليه وإلا أطلب الفراق منه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا فعلت المعصية وتبت إلا أني لا أندم عليها، فهل تقبل توبتي؟ لا، ما تقبل، لأن شروط التوبة ثلاثة، منها الندم على ما فات. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إظهار المرأة لعينها في النقاب بلا زينة؟ ما حكم إظهار المرأة لعينها في النقاب بلا زينة؟ بلا زينة، إذا ما خرج إلا عينها فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل العدل في العطية بين الأولاد واجب على الأم كما هو واجب على الأب؟ لا، هذا خاص بالأب. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسكن في قرية بعيدة عن البيوت، ويقول: ولا أسمع أذان الجمعة، فهل يجب علي حضورها؟ نعم، يقول: أسكن في مكان بعيد عن البيوت ولا أسمع أذان الجمعة، فهل يجب علي حضورها؟ نعم، ما دمت بيتك مع البنيان، مع القرية التي يؤذن فيها، فيجب عليكم حضور الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز بناء مسكن للفقير وأسرته من أموال الزكاة؟ يجوز هذا، لكن هذا يقولون يطوي مال الزكاة ولا يصل إلى الفقراء شيء، فإذا كان هذا العمل يعني يستوعب الزكاة فلا يجوز، لأنه يطوي الزكاة عن الفقراء الآخرين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التطير يعد شركا أكبر أم شركا أصغر؟ من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن هذا الطائرة وهذا الشيء أو هذه البقعة أنها تضره من دون الله، يكون شركا أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب للمكروه فهذا من الشرك الأصغر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول لو أرادت الدولة الفلانية أن تدمر العالم لدمرتهم لما تملكه من الأسلحة والجيوش، هل هذا الكلام يقدح في التوحيد؟
إيه نعم، هذا ترهيب للمسلمين وتخويف للمسلمين، والدولة مهما كان عندها من القوات فهي ضعيفة بجانب قوة الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يدمرها وهي وأسلحتها وبلادها أيضا، وأن يخسف بهم الأرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي مرض، ويقول ويحمل كيسا لإخراج الفضلات، فهل تجوز الصلاة بهذا الكيس؟ إذا كان إنه ما يستغني عنه فيصلي على حسب حاله، ولو كان يخرج منه شيء بغير اختياره، إنما هو مرض، فيصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والداي يغضبان بسرعة وبلا سبب، فهل أعد عاقا لهما؟ إيه نعم، لا تغضبهما، راعهما، سائرهما، ارفق بهما. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله